السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة يوم جديد في الورشة، بنفصل بس من شغلنا بتاعت ماونتين فيو ديت، عشان ما كانش ينفع اسافر يومين ورا بعض. في اليوم ده النهاردة انا قضيته في الورشة، يعني في تجربة جديدة كده شغال فيها. الجزئية دي في التابلو ده انا عملتها طين اسوانتي للاسف، يعني الجزء ده صعب قوي ان انا اطلعه بالتكنيك اللي انا عايزه، بالتفاصيل اللي انا عايزها، بالممتاز. يعني ده يعني مش هقول اخره، بس ده اللي انا اقدر اجيبه بيه بالممتاز. اما ده لازم اعمله بالطين الاسواني عشان تفاصيله تطلع حاجة محترمة. فبصراحة هو في فرق جامد جدا في التفاعل بين الشغل ده والشغل ده، التفاصيل واللمعة. يعني لو ركزت وانا معايا في اللمعة الموضوع مختلف، وانا شغال اساسا بقلم سنون، تمام؟ يعني قلم سنون اهو بطلع بيه الشغل اللي انا عايزه، بقدر انضف واقدر احط التفاصيل اللي انا عايزها كلها، واعلي واوطي واحط اللي انا عايزه كله. ف في مشكلة بقى، يعني طبعا انا مش هينفع اسلم العميل، مش هينفع اسلم العميل الشغل وهو في طين كده. فانا للاسف الجزء ده بس عشان اقدر اطلع التفاصيل اوي فيه كده، فانا هرمي عليه حته سيليكون وهقص الشغل ده بالصاروخ، واصب حته السيليكون دي بالجبس، واقوم راكبها. عمليه صعبه جدا ومقرفه بصراحه، بس كتفاصيل الموضوع روعه، يعني الموضوع طالع تحفه. فانا عشان اعمل الحته بس دي كده، فانا هعملها حته دي ان انا اصبها سيليكون. هو بقيه الطابلوه زي ما انتوا شايفين، هوريكوا برضو بقية الطابلوه. الطابلوه يعني زي ما انتوا شايفين كده على الطابلوه. فالقطعة اللي انا شغال فيها دي بس هي دي اللي فيها التفاصيل، او هي دي اللي فيها التفاصيل الحتة دي. فانا عشان اظبطها قوي فانا محتاج وقت، محتاج ان انا يعني لو انا بعمل الكلام ده بالممتاز، لا مش هقدر ان انا اتفاعل كده مع الشغل، تمام؟ انا برضو ايه قلت اشارككم التجربة دي. هي بصراحة فرقت كتير، يعني في فرق جامد جدا بين الطين وبين الممتاز. بس احنا كشغل مباشر مش هينفع، لازم الجدارية دي كلها بقى تتعمل بالطين الأسواني وتصب كلها سيليكون. وبعد ما تصب كلها سيليكون تبدأ بقى ترمي المادة اللي انت عايزها، ترمي بقى جي ار بي، ترمي جي ار سي، ممكن ترمي يعني اي خامة انت عايز بقى ترميها. لو عايز ترمي فوم عشان تبقى خفيفة ترميها فوم. فموضوع الخامة بعد الصب بتاع السيليكون ده أمره سهل، يعني أي حد أي خامة هتشتغل معاك. حتى لو هترمي جبس، بس هترمي جبس بألياف، هترمي بقى اللي أنت عايز ترميه، هيطلع معاك زي ما أنت عايز. بس طبعا في مشكلة طبعا، إن الشغل ده لو أنا سبته لبكرة، تمام؟ لو أنا سبت الشغل ده لبكرة هاجي هلاقيه كده، يعني شايفين التفليق ده؟ ده يعني ده التفليق، الجزء ده لسه معمول من قيمة شوية. فالتفليق ده طبعا لو اتعمل على الشغل كله هنا اهو، بصوا ده تفليق اهو. فمحتاج بقى طبعا ان انا طول ما انا شغال الفرشة مع مية، تمام؟ وارجع بقى ايه اسقي الشغل ده بالمية، بحيث ان انا ايه يبدأ محافظ على شكله طول الوقت. الجزء ده اهو هديله برضو مية، او معايا بخاخ مية كل حبة. بس انا عشان بقالي فترة ما بشتغلش فترة كبيرة اوي ما بشتغلش بالطين، فمعيش بخاخ ان انا اقدر ارش دلوقتي. فانا اوريدي يعني بكرة ممكن اجيب، او بعده ممكن اجيب البخاخ. فانا حاليا انا بفكر ان انا اغير الخطه بالمشوار اللي انا ايه مشوار الطين ده. يعني الطين الاسواني بصراحه حكايه بالامانه،
تنقصون لي حكاية في التفاصيل، تقدر تطلع التفاصيل اللي انت عايزها يعني. فهي دلوقتي حتة ان انا اعمل كل حاجة بالنظام ده سيليكون وكذا، هو حلو وفي نفس الوقت يعني مكلف، مكلف جدا، مكلف جدا جدا. فانا في فكرة كده هنفذها بديلة للسيليكون رابر، يعني سر من اسرار اسرار الدولة. هشاركه برضو معاكم ان شاء الله وانا شغال. و يعني ان شاء الله يا رب يعني يبقى في فكر جديد كده هيعجبكم، وفي ان شاء الله يعني اللي جاي احسن بكتير من اللي فات. يعني كل الفيديوهات اللي فاتت دي هتبقى كوم، واللي جاي ان شاء الله هيبقى كوم تاني. يعني الناس اللي عايزة تستفاد بجد ان شاء الله انا معاكم. السلام عليكم.